فمش عارفة ده سببه ايه، ومش عارفة اعمل ايه. في حاجة ممكن تزود المية يعني، ولا ده خطر ولا ايه؟ الدكتورة ادتني حقن، قالت لي دي هناخدها علشان لا قدر الله لو حصل ولادة مبكرة او حاجة، عشان الرئة. عشان تفتح الرئة بتاعت الجنين، عشان مبقاش فيه مشكلة في التنفس. فانا كنت عايزة اسأل الدكتور اعمل ايه، مش عارفة. انا قلقانة اوي، وساعات بلاقي حاجات كده يعني الوان خضرة كده بتنزل، ما انا ما بحسش بنزول المية عليا، يعني ما بحسش اذا كانت في مية بتنزل او لا، فمش عارفة اعمل ايه. هي استفسار منها دكتور؟ لا لا، طب شكرا يا مدام ياسمين. انا نجاوب على مدام ياسمين يا دكتور، وعايزين نستكمل طيب حديثنا. هو هي قالت كلمتين، قالت كلمه واحده مرتين، المشيمه قريبه شويه والميه قليله ايه شويه. يعني عايزين يعني ننتهز الفرصه ونقول يعني ايه المشيمه ويعني ايه شويه. المشيمه عشان تبقى قريبه او بعيده، احنا يهمنا بعدها عن عنق الرحم في حين اتساعه، بحيث يكفي راس البيبي تنزل، وده ده يعقل الوضع الطبيعي. فكلمه المشيمه قريبه لازم تكون يعني بدايه جمله اخرها ولكن هذا قد يعوق او لا يعوق الولادة الطبيعية، وده بيبان من اول السابع، سهل قوي يعني، هي في الثامن. فسهل قوي على الطبيب انه يعرف حالته، هل الحاله دي المشيمه بتاعتها سابقه مش شويه بالدرجه اللي تعوق او لا تعوق، لانها لو سابقه بالدرجه اللي تعوق مش هيستنى لاخر التاسع، فالمناقه القيصريه اختياريه قبل الميعاد زي ما احنا عارفين، تديها الحقن زي ما هي قالت. الميه قليله شويه. هو طبعا الموضوع ما فيهوش كده بالكيلو، الموضوع الميه ديت لها مقياس علمي، وهذا المقياس الست ادرى على انها تحدد الميه دي قلت ولا لا. اولا مش عايزين نسميها الميه خالص، عايزين نسميها السائل الامنيوسي. لما بنقول الميه، الست بترجع تربط ما بينها الميه دي والميه اللي هي بتشربها او البول. بتقول يعني ازود الميه دي ازاي؟ يعني هي كلمه الميه لما نقولها للعيان بنعود احنا المريضه بتاعتنا على يعني ايه تعريفات خاطئه. جميل؟ هنسميها السائل الامنيوسي. هذا السائل المشيمه بتكونه، وتقريبا بتكونه كل 4-5 ساعات، وبتفلتره كل ساعتين، فكميه ان هو يقل هنقول ان هو امتصاصه زاد وافرازه قل. اوكي. فليس له علاقه بالميه اللي بتشربها خالص. لما السائل ده بيقل للدرجه الخطر، مين اول واحد بيلاحظ؟ المريضه، مش الدكتور اللي بيعمل التراسونيك او موجات صوتيه. بتحس ان بطنها الحركه قلت وبطنها ما بتكبرش زي الاول. يلا نعلم العيانه المدامس ديت، مدام ياسمين، ازاي تاخد بالها من البيبي في الاسابيع الجايه. البيبي ده لو هي بتصحى الصبح زينا بدري وبتنام في وقت معقول، على الاقل البيبي كويس بيتحرك في اليوم 10 حركات. اقل حاجه تضمن انها ما تروحش النهارده تعمل موجات صوتيه. مش هينفع تقعد في المستشفى، او هينفع تعمل كل يوم اشعاعات. نعم. اذا قبل ما تنام كمل ال10 حركات بتاعته، البيبي ده كويس. بس يلا برضو نعرفها تعريف الحركه. اذا البيبي اتحرك حركه واحده، اهي دي واحده. اتحرك حركه 2-3-4 ورا بعض مع بعض، دي برضو حركه واحده. اذا تعريف الحركه انها حركه واحده او مجموعه من الحركات شرط ان يعقبها فتره سكون. اوكي. فاذا هي عرفت التعريف ده كويس، ومن ساعه ما صحت الصبح جه على الساعه 4-5 عد ال10 بتوعه، ما تكملش عد، خلاص البيبي ده كويس والميه كفايه. وان كان في الحاله دي برضو الموجات الصوتيه ثلاثيه الابعاد هتبقى حكم اقوى على حاجتين، على مكان المشيمه ومدى بعده عن عنق الرحم، وعلى كميه الميه، ومش بس كميتها هتهمنا، مدى تعكرها. يعني بتقول في سوائل بتنزل مني مخضره، واضح ان البيبي ده ستريس تعبان، لان تعكر السائل الامنيوسي ده لوحده كفيل بان احنا نبتدي نعمل الولاده. نعم. طيب نشوف يا دكتور، وبعدين ناخد اتصال تليفوني، نشوف مع بعض اللي كنا بنتكلم فيه على دي اسلوب الحقن المجهري. ولو خدنا بالنا هنا احنا هنصطاد، كلمه نصطاد فعلا زي ما بنصطاد فعلا حيوان منوي. معانا على الشاشه اهي حيوان منوي بنصطاده، وبنحاول بعد ما نصطاده بالابره. طبعا ده تحت الميكروسكوب الالكتروني. أيوة. البويضه كبيره اهي، بنحاول نخرم الجدار بتاعها طريقه معينه، وبنودع في داخلها الحيوان المنوي جوه، وبكده يبقى الجنين ده اتكون. بنرجعه لرحم الام على اليوم الثالث بعد ما نطمن ان هو كروموسوميا وجينيا سليم، ونمو نمو طبيعي لا قليل ولا زياده. علشان كده في بعض الناس بتعتقد او بتخاف، او هناك بعض الشائعات انه الطفل اللي بيجي بالاساليب المساعده ممكن يكون في بعض التشوهات، او طفل منغولي الحقيقة. ايوه، ان معدل التشوهات والاجهاض في الاجهاض المساعد مؤكد اعلى او يكاد يكون ضعف الطبيعي. نعم. ده صحيح. اوكي. طب ناخد في حاجه ثانيه هتشرحها لنا يا دكتور؟ ممكن بعد المكالمه. اوكي. معانا تليفون. الو. الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. من فضلك يا دكتور، انا بقالي حوالي 15 سنه ما حصلش حمل، وعملت حقن مجهري من حوالي 4 شهور وما نفعش يعني. فهو كان التحليل بتاع الاف اس اتش 10.6. اليوم كام الدوره يا فندم؟ الثالث حضرتك. الثالث. والال اتش كام؟ مش فاكرة الـ H تقريبا. والإيتو؟ الإيتو كان 27. والبرولاكتين؟ لا كان كله كويس، هو تعليق الدكتور كان على الـ FSH اللي هو كده عالي قوي وده كده كتير يعني. وبعد ما عملت الحقن المجهري. كم سن حضرتك؟ أفندم؟ كم سنك؟ 34. عملت الحقن المجهري وبعدين المبيض ما طلعش غير بويضة واحدة. عملتيه بأني اسلوب؟ يعني اسلوب اللي هو من يوم 21 حقنة كل يوم وكلام من ده؟ واخدت منع حمل في الاول وبعد كده الحقن. كم حقنة في اليوم يا فندم؟ كنت باخد تقريبا 3 أو 4. بس؟ كم يوم؟ 10 ايام؟ وتحت الجلد كنت باخد حقن تحت الجلد واحدة كل يوم. وبعد كده وطبعا في ادوية مستمرة. طبعا عارف. في حاجات مستمرة. كم وزنك يا فندم؟ افندم؟ كم وزن حضرتك؟ 69. فبسأل حضرتك هل افكر ان انا اعمله تاني ولا خلاص؟ وهل في حاجة بتخلي الـ FSH دوت يتزبط ولا مفيش في اي حاجة؟ كنت بعرف ان في ادوية قبل كده كنت باخدها من كام سنة، طبعا بما ان بقالي كتير كنت باخدها من كام سنة وكانت بتجيب نتيجة بتوطيه شوية. فمش عارفة. طيب احنا بشكرك على اتصالك وتابعي معانا راي الدكتور. قبل ما نجاوب عليها دكتور انا عايزه اسال سؤالين. ايه هو الاف اس اتش؟ طب جاوبني على ده وهسال السؤال الثاني. اللوكال ستيمولاتنج هرمون، هرمون التنبيه الحويصلي. اللي بيفرز من الفص الخلفي للغده النخاميه. وهو طب ايه علاقته ده بالحمل؟ وليه حاجه بتقول لها ان هو عالي هو المفروض النورمال؟ هو احنا هنقول ان في ما يسمى بالبروفيل الهرموني لهذه السيده. واضح انها مثقفه جدا وفاهمه عن ايه دي 3 او اليوم الثالث للدوره. الست اللي عايزه تحمل بالطريقه بتاعتنا ديت او الاختبار المساعد بناخد فكره هرمونيه عنها. بنعمل لها الاف اس اتش ده والال اتش وكذا هرمون كمان والايتو اللي هو الاستراديول او الاستروجين المشهور تاج يوم الدوره. الاف اس اتش كل ما نزل كل ما يدل على احتياطي استراتيجي من البويضات اللي جوه المبيض جاهزه للاخصاب. وكل ما علي كل ما يقول ان احتياطي دوت قل. يعني في سن انقطاع الطمس اللي بيسمى خطا بسن الياس بيكون عدى 35 40. احنا المفروض ما نقبلش حاله معديه 25 او 26. هي بتقول كان زمان اقل من كده بدواء. لا هو كان زمان اقل من كده عمرا، لان كل ما عمرنا بيتقدم